مريم، مريم بنتي. مريم شو رأيك نكسروا أمي؟ إذا كسرنا رح يقتلنا أبوكي. بس هيك كمان أختي رح تموت، لازم نلاقي حل قبل ما يجي. مريم يا روحي أنتي. أمي بعديلي، أنا بدي أكسر هذا القفل. الشباك خلينا نشوفها من هنيك، إذا ما شفناها منكسره. أختي مريم، مريم أختي مريم، مريم أختي بنتي. أختي مريم، مريم منيحة؟ مريم ردي علينا. مريم بنتي. أختي مريم أختي يا روحي بنتي. مريم ردي بقى. يبعت لي حما عليكي. كيف اجى من قلبه أبوكي؟ أمي مريم لازم تشرب مي بسرعة، إذا ضلت على هالحالة رح تموت من العطش. بنتي بنتي مي؟ إيه صح بدها مي. أختي مريم تحملي، تحملي كرمالي. راحت ماما تجيب لك مي ورح نحاول نطلعك بسرعة. أختي مريم تلا المي. مريم مريم يا روحي. بسينة لازم نلاقي عصاية لتوصل عند المي. يلا روحي دوري يلا على العصاية. مريم حبيبتي يا عمري انتي، تحملي تحملي كرمالي. يبعت لي حمالي. خدي امي. هاتي تمام. ايه هيك يلا مديها. يلا على مهلك. ايه على مهلك. اختي مريم مريم يلا بنتي. اختي مريم فتحي عيونك شوفي شو جبنا لك. خدي المي حبيبتي. يلا فتحي عيونك ما تخوفيني عليك يا ماما. يلا يلا مدي ايدك حبيبتي. يلا يلا أمي روحي جيبي لها خبز. إيه تمام بنتي يلا فورا. بسينة قولي لي يا مريم، ما خلصت فترة عقوبتي وبحياتها ما رح تخلص يا بسينة. رح تخلص أكيد إن شاء الله، بكرة بتشوفي كيف. جبت لها الخبز بنتي. جيبي العصاية يلا. إيه. الله لا يعطي العافية لأبوكي. يا عمري أنتي يا روحي. مستحيل أتركك هون، رح لاقي طريقة وطالعك بوحدك يا عمري. رح طالعك. خدي يا بنتي خدي يلا. يا ماما ما بقى فيك تساعديني، أنا عمت.
تزعلي يا أمي. يلا بنتي خدي كلي. يا دنا قلبي انتي رح طال هيك من هون، بس اصبري علي شوي. أبوكي أبوكي إجا. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.